افتتحت جامعة حران التركية الحكومية فرعا لها في مدينة الباب شرق حلب بعد عقد وقع بين المجلس المحلي للمدينة والجامعة. وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة للطلاب وخاصة الجامعيين المنقطعين عن الدراسة لاستكمال تعليمهم. وستبدأ جامعة حران عملها في أواخر شهر أيلول من العام الجاري. حاليا في هذا العام الدراسي سوف يتم افتتاح كليات الهندسة والعلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات على أن تستكمل في الأعوام القادمة لتشمل الفروع الأدبية واللغات والتربية والاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال، لتستكمل بشكل لاحق أيضا بما يخص الجامعات الطبية وكليات التمريض. يحق للطلاب الحائزين على شهادات من مديريات التربية في ريفي حلب الشمالي والشرقي التقدم للمفاضلة، وسيتم إعلان النتائج عبر المعرفات الرسمية للمجلس المحلي. وقام المجلس بالتسجيل للطلاب الراغبين في الدراسة الجامعية في جامعة حران في تركيا. المجلس المحلي من خلال التعاون مع المنسقين أتراك يؤمن للطلاب المقبولين الدخول إلى تركيا من المعبر بشكل نظامي وآمن، بحيث يستطيعون تثبيت التسجيل والالتحاق بالدراسة في تركيا. التسجيل ضمن الجامعة في مدينة الباب يحتاج أيضا لتقدم الطلبة لامتحان اختبار القدرات المسمى امتحان اليوز، ويكون التسجيل ضمن الجامعة لمن يحمل شهادة اليوز، بينما يدفع الطالب الغير متقدم لهذا الامتحان رسوم المفاضلة والتي تقدر ب30 ليرة تركية. همام أبو الزين، حلب اليوم، مدينة الباب.